دي بقى إن شاء الله المحاضرة الرابعة، وهتعمل في الآخر، هتلاقي في آخر المحاضرة تلخيص. دي جزء واحد. ليه؟ لأن أنا تعمدت أحط لك ملخص كده للقوانين في مجملها زي كومباريزون تيبل، تبقى بمثابة مراجعة ليك. مهم جدا تعرف أنواع العقود وتصنيفها وتصنيفاتها وتقسيماتها والفرق ما بينها وما بين العقود الدولية. المحاضرة الرابعة، احنا قلنا بقى العقود نراجعها سريع مع بعض، يا اما طبقا للديليفري سيستم او اللي هو نطاق العمل تنفيذي وإدارة مشروعات التصميم، يا إما طبقا لأسلوب المحاضرة. ودول اتكلمنا فيهم الأربع أنواع، وقلنا أهم حاجة فيهم التنفيذي بالنسبة لنطاق العمل، الجهات بالذات الأكثر انتشارا واستعمالا للجهات الحكومية، وسعر الوحدة طبقا لأسلوب المحاسبة اللي هو اليونت برايس. يعني العقد الحكومي بيبقى طبقا لنطاق العمل معظم في غالبيته تنفيذي او كلهم تقريبا، وبسعر الوحده. يعني مش معنى كده ان ده عقد نوع وده نوع، لا، ده هو ده نوع على بعضه كده. يعني العقد بيتصنف ان هو طبقا لنطاق العمل، يا اما تنفيذي اداره مشروعات التصميم، طب والحساب يا اما مبلغ اجمالي يا اما سعر الوحده يا اما كده. يعني مش ده نوع لوحده وده نوع لوحده، لا، هو ده كل ده. العقود كلها لازم تاخد حاجه من هنا وحاجه من هنا. فقلنا اهم حاجه عندنا سعر الوحده طبقا لدي بالحكوميه، وانه عقد تنفيذي. يبقى العقد الحكومي طبقا لنطاق العمل تنفيذي، وفي ذات الوقت هو بالنسبه لاسلوب المحاسبه فهو يونت برايس او سعر الوحده. احنا بقى اللي هنتكلم فيه دلوقتي وهنعمل فوكس عليه العقود الدوليه، فيدك بوت مشاركه، ودي بتلجأ ليها معظمها في غالبية الدول النامية اللي هي البوت والمشاركة. الفيدك ده عقد فارما انترناشونال، ويشرفني ان انا اعضو فيها. دي هيئة مقرها في سويسرا، وهنتكلم عليها بقى العقود الدولية. برضو هنشوف الكاركترستيك بتاعتها او الخصائص، وزي ما قلنا دي دايما مشكلتها التمويل. يعني مثلا عايز اعمل مشروع ضخم، مثلا زي مثلا محطة كهرباء بمليار 2 مليار تغذي مثلا جزء من محافظة في تحل مشاكل المحافظة في او القريه دي من ناحيه التغذيه بمحطه كهرباء. دايما بتبقى يا محطات كهرباء يا عموما انفراستراكشر، مثلا خط من مترو معين عايز اعمله، حاجات من دي. فانا عايز التمويل يبقى خارجي، وبستفيد بنقل التكنولوجيا. طبعا الدول الناميه هي اللي بتلجا ليها، دول العالم الثالث الناميه اللي هي عندها عجز في التمويل. يبقى ما نقول العقود الدوليه بتلجا ليها الدول النامية ليه؟ عشان عندها عجز في التمويل. بس لا، تنقل التكنولوجيا، الشركات اللي بتيجي، الشركات الأجنبية بتجيب ماكينات وتولز وأفكار وميثودولوجي في التنفيذ، بتبقى بتنقل فيها التكنولوجيا أو الأسلوب بتاعها في التنفيذ، فبنستفيد بيها. للناس المان باور اللي عندنا كمهندسين أو ليبرز أو أر سكيلد ليبرز، سواء عمالة مهرة أو مش مهرة، بتستفيد للخروج من دائرة التخلف واللحاق برغبة الدول المتقدمة. الجملة دي مهمة جدا جدا. معيار الدولية ايه؟ اي حاجة كده تبقى دولية. يعني انا ينفع انا مثلا اروح اتعاقد مع الحكومة في عقد دولي؟ لا، انا مصري وانا والدولة هنا السلطة المختصة مصرية او الجهة الحكومية مصرية، فشرطها جنسين، جنسية مختلفة. يعني مثلا الحكومة المصرية مع شركة أمريكية مع شركة أندونيسية وهكذا. دي المعيار الأساسي بتاعها.
وبعدين مكان ابرامه او تنفيذه، طبعا انا راجل اجنبي جاي اتعاقد مع مصر، فلازم ببقى ايه، بيبقى فيه تنازع قوانين. دي حاجه بقى مش هنخش فيها لانها ده موضوع كبير، تنازع قوانين. انا عايز اطبق القوانين بتاعتي كمصري او كاجنبي، والحكومه المصريه عايز تطبق قوانينها. يعني كل واحد عايز يمسك في ايه، في زمارة رقبة التاني، كل واحد عايز يحط التاني في كرشه من الآخر يعني بالبلد. طبعا هنا في بقى، أنا بشتغل عملت شغل معين، أرباحي بحولها بوديها إنجلترا، بوديها فرنسا، خلاص يبقى ده تقتضي تبادل الأموال والسرقات. جايب معدات من إيطاليا، في خدمات بقى بين دولتين أو أكتر. يعني دايما هتلاقي مثلا إيطالي ومع حكومة مصرية، مصري مع حكومة ماليزية، أي حاجة يعني. المهم دي الأساس في الموضوع. عقود الفيدك هي بتتصنف بالكتب، بلون الكتاب، يا إما كتاب أحمر، وده هو اللي يهمنا في الموضوع لأن في أعمال البناء والهندسة اللي مصممة من قبل رب العمل. بس مش معنى كده من قبل رب العمل يعني رب العمل هو الديزاينر، لا. انا لو جبت مثلا المحافظه جابت مكتب مثلا الدكتور ابو المعاطي او الدكتور مدحت او اي مكتب استشاري، او مثلا محرم بخوم اي مكتب استشاري، وخليته يصمم، ما هو جاي من قبل رب العمل. يعني رب العمل هو اللي بيقوم بالتصميم، فديت ليها كونديشنز، وهنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل. بس هو اللي يهمك ان في كتاب الاحمر، وده كتاب اصدرته الفيدك، كتاب اصفر خاص بعقود المصانع اللي هي المصانع الالكتروميكانيكية والكهربائية الالكتروميكانيكال، والاعمال البناء والهندسة المصممة من المقاول اللي هو لو تفتكروا اللي هو العقد اللي قلنا عليه بمريح، واللي بنستفيد بخبرة المقاول، وهو اللي بيقوم بالتصميم وهو اللي بيقوم بالتنفيذ وبستفيد من خبراته. ده بيبقى العقود دي بتبقى في الكتاب الاصفر. الكتاب الفضي بقى اللي هو خاص بعقود المانجمنت، اللي هي قلنا عليها النوع اللي احنا اتكلمنا. احنا كل ما نخش في تفاصيل اكتر كل ما هتستوعب الابريفيشن اللي قلناه، او الخطوط العريضه الهيد لاينز اللي كانت في المحاضرات الاولانيه السابقه، بالذات الاولى والثالثه. عقود التصميم والشراء والهندسه ومشروعات تسليم التيرني كي بروجكت نقول عليه. دي الكتب دي هي اهم حاجه في عقود الفيدك، وليها نماذج لعقد بين رب العمل او الكلاينت او الاثوريتي او اللي هو الامبلوير والاستشاري، وبين صاحب العمل والمقاول. اخر حاجه بقى نموذج قصير للعقود اللي هو اسمه كتاب الاخضر. يبقى احنا عندنا كام كتاب بقى؟ اربعه: احمر، اصفر، فضي، اخضر. ده يخص المانجمنت بالذات، عقود المانجمنت اللي قلنا عليها اللي هي في انواع العقود. والكتاب الاحمر هو التراديشنال او اللي هو المعتاد في الاستعمال في العقود الكونستراكشن، المشاريع الانشائيه الهندسيه. البوت، كلمه بوت قلنا اختصار بي او تي، بيلد اوبريت اند ذن ترانسفير، بي او تي يعني ده الابريفيشن بتاع كلمة بوت. ده بيبقى وضع مختلف، ما ينفعش بقى عقود بوت ويونت برايس، لا. ده هو بياخد مثلا هيبني مثلا يعني هيعمل محطة كهرباء، الدولة بتديله الأرض، دي اسمه عقود امتياز اللي احنا قلنا عليها، اللي هي عقود الالتزام اللي قلناها في الاول خالص في ايه انواع العقود الاداريه. ده بيندرج تحت الراجل هيلتزم بانه هيعمل لك محطه كهرباء في خلال 3 سنين او سنتين، واتعمل العقد وبيستغل هو العقد بحيث مثلا ياخد فيزيس معينه او بيسترجع المبلغ اللي هو دفعه في خلال مثلا 10 سنين 15 سنين، يعني هو زي عقد امتياز. واول ناس كان لهم اسبقيه في الموضوع مصر، اللي هو مشروع قناه السويس، اللي هو انا المستثمر هيجي بديله الارض، بديله كل الفاسيلتيز، ما بدفعش ولا مليم،
بينفذ المشروع بمليار 2 مليار ويبدأ يستغله اول ما هي بيلد اون اوبريت اند ترانسفير، وهو اللي بيشغله وبيقعد مثلا لمدة 20 سنة مثلا. فواتير الكهرباء بتتحصل وهو اللي بياخدها لمدة معينة، يكون رجع فلوسه وعليها ربح مثلا وليكن 25-30%، وبعدين بيرجعها للدولة بقى متصانة وزي الفل. ترانسفير يعني ايه؟ يعني ينقل ملكيتها او يسلمها للجهة الادارية او وزارة الكهرباء او شركة المترو لو هيعمل خط معين في المترو. انت بتدفع التذكرة بس هو بقى ايه، الدولة بتحصل التحصيل ده، هو اللي بياخده، بياخد الكلام ده، وبيبقى فيه نسبة بسيطة للدولة، لكن هو بيبقى فيه اتفاق معين في الانكم اللي هيخش. المهم اهم حاجة عنده كمستثمر يسترد فلوسه كلها وعليها ربح في خلال المدة المتفق عليها. طبعا ده بيبقى مورد جديد للدولة، بتاخد مشروع على الجاهز، وبتخفض في الانفاق والاقتراض الحكومي، بدل ما انا اقعد اقترض من الصندوق تبقى فيه فوائد وكده، هو هياخد فوائد وكده بس بيسرع على طول بينفذني. وهي انا رأيي اهم حاجة في الموضوع التكنولوجيا، نقل التكنولوجيا واستلام مشروع جاهز وبيبقى باستثمار اجنبي وبمواصفات مميزة، وبيبقى حاجة مفيدة جدا للدول ذات اهو، الحصول على مشروع جاهز بنهاية الامتياز دون اعمال. ونقل التكنولوجيا قلناها، وتدريب الكوادر دي مهمة جدا، تدريب الكوادر المحلية عشان نلحق بالركب. يعني لسه بنتكلم على عقود البنوك، ليها عيوب صحيح. النفقات اللي بتكبتها شركة المشروع بيتقال عليها الكونسورتيوم، او اللي هي ما بتبقاش الشركة دي عثمان مثلا ولا اوراد، لا ده بيبقى عثمان ومع البنك الاهلي ومع مثلا اوراسكوم، بيبقى مجموعة شركات، لان ده مشروع بالمليارات، فهو ما بيدفعش من جيبه، ده هو بيروح يدخل البنك شريك معاه، يبقى هو بالمجهود وبالتنفيذ والبنك بالتمويل. دايما لازم يبقى فيه احد الاطراف بنك واثنين وثلاثه مقابل خدمه قد تتجاوز ما يحققه من وفره على المدى البعيد. دي من ضمن العيوب. طبعا في الحاله زي دي انت راجل جاي يعني تنفذ لي مشروع على حسابك، يعني لازم اساعدك وبستفيد منك في التكنولوجيا وبتسلم لي حاجه جاهزه. مش هقعد اقول لك ايه ده بقى ومين ده، لان هو اصلا الشركات دي بيبقى جايب استشاري من بطنه معاه، بيحقق له الكواليتي، وبيبقى الشركات دي معتمدة في الايزو، فبتبقى شركات عالمية مش عادية يعني. وطبعا عدم تحكم الحكومة المطابقة للمعايير والقدرات والتصاميم والمواصفات. عقود المشاركة هي نفس عقود البنوك، بس هي بتتميز بايه؟ ان الدولة بتخش بنسبة، يعني المشروع ده بمليار خلاص انا هخش بالنسبه دي. بتاع الدول اللي هي عندها اريحيه شويه، يعني عندها سهوله، يعني مثلا زي اندونيسيا ماليزيا تقدر تدفع جزء من التمويل. واحنا ساعات برضو بنخش مشروع لو مش عملاق فيه محتاجين 100 مليون 200 مليون نخش بنسبه 10% 20%، بس في الغالب المستثمر بيبقى هو النسبه الاعلى يعني. ودي فيها مميزات، يعني ان هي بتخلق جو ودي كاننا بقينا شركاء، ما بقاش فيه تنافس. ودي تعتبر المشاركه تحديث لنظام البي او تي، ده نظام نوع العقود ده سيستم، يعني اسمها بي 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 سيستم، بي او تي سيستم، ها هم بيقولوا عليها عقود بس هي سيستم معين بيمشي اهو، بيخلق جو ودي ما بين رب العمل والمقاول، العمل سويا لتحقيق مكاسب، لان الكل هيكسب. يعني دلوقتي انا بدخل مشروع مثلا مثل الانفاق ولا حاجه، هو الدوله 20% هو 80%، يبقى الحصيله مثلا كل يوم كل شهر مثلا 100 مليون انا باخد، بياخد هو 80 وانا باخد 20، يعني بقينا شركاء اهو. ده قلنا بقى بيتغلب على خصائص التراديشنال لعقود التشييد، دي احدث حاجه عقود المشاركه، زياده مساهمه القطاع الخاص في تمويل مشروعات البنيه الاساسيه، لان ده بيبقى عباره يعني مثلا اوراسكوم مع البنك الاهلي مع او بنك مثلا سي اي بي، بنوك خاصه مثلا 2-3 بنوك بيلمهم مع حسن علام، بيتجمعوا كده ويحودوا، يقول لك احنا داخلين ب 2 مليار
والدولة تخش مثلا بنص مليار مثلا، حاجة زي كده. مش لازم يبقى ايه يعني اطراف اجنبية، بخلاف العقد الدولي الدولي الصريح كده، العقود المشاركة ممكن دولي وبي او تي برضه عشان ما نخلطش، ممكن يبقى دولي وممكن يبقى محلي، لكن الدولي قلنا الشروط بتاعته، الجنسيات والكلام ده والقانون وتطبيق القانون اكتر من قانون، والتبادل التجاري ما بين لازم يبقى فيها دولتين جنسيتين، والعلاقة الودية بقى، ما هي دي هو إلغاء العلاقات العدائية، يبقى بيعمل علاقة ودية، ها، وإنشاء علاقة الربح للجميع. أنواع المشاركة بقى، يا إما مشروع واحد يا إما عدة مشروعات بيتم التعاقد عليها، حيث يرتبط الأطراف بعلاقة طويلة المدى. مشروع مثلا زي مثلا خط مترو هيقعد 4 سنين 5 سنين كده يعني، وبعد كده هيبقى أوبريشن، الأوبريشن بتاعه هيقعد 5 6 سنين وهكذا. العطاءات المشاركة ليها طريقة تانية في التقييم، ما ينفعش أقول بقى مين الأعلى ومين الأوطى، لا. ودي كانت الريسيرش بوينت بتاعت الدكتوراه بتاعتي، إنك أنت بتعمل برنامج على الفيجوال بيزك مثلا أو برنامج ما، بحيث تقدر تقيم بشفافية بدون ما تعرف ده مستثمر إيه وده بي وده سي، أنا مش عارف ده مين وده مين وده مين، بقيمه بقى بنقاط الفنية والمعمارية يعني المعماري مثلا ممكن 50 بند، المدني 60 بند، الكهرباء 30، بتبقى الأوزان المعايير دي بتتقيم ونشوف مين اللي وزنه أعلى. معيار التايم، في واحد مستثمر يقول لك هسلمك بعد 10 سنين، واحد تاني بيقول أبو 15، قبل أبو 10 يبقى أحسن ياخد نقاط أعلى، بس أبو 10 مثلا تقييمه مش أحلى من أبو 15، لا انت تقييمه احسن، ده ياخد هنا نقاط عاليه، ده الديزاين بتاعه احلى متقيم. دي لجان ضخمه بتقعد تقيم الموضوع ده، مش في شهر ولا 2 ولا 3 في مدن، وكلها بتبقى مكاتب استشاريه عالميه. فاساليب التقييم بالاوزان، التقييم على مرحلتين باستخدام القيمه الصافيه اللي هي البريزنت فاليو، او استخدام نظام النقاط، وده ادق واحسن لانه بيقيم بالملي، والتقييم بطرق اخرى مختلفه. هم دول الايه الاربعه، والخمسه طبعا الاوزان النسبيه اللي اتكلمت عليها، اللي هي بيدي نقاط وبعدين يديها اوزان نسبيه، مش تقييم بقى مين سعره اعلى ومين سعره اوطى. يعني ممكن واحد بيقول لك انا ايه هعمل المشروع ده 150 مليار خلاص القيمه بتاعته، وادي التصميم وادي كل حاجه وطالع زي الفل، يقول لك بس هتستلم مني المشروع بعد 20 سنه وهاخد في التذكره بتاعت المترو ربع جنيه. واحد تاني بيقول لك لا انا هاخد جنيه بس هسلمه بعد 10. الدوله بقى تدرسها، شوف ماسك انت ميزان قاعد ايه توزن دي ودي وزن دي، يا ريت تكون الفكره وصلت له. هنا بقى انا بعمل ايه بقى، كل اللي فات ده بنعمله ملخص جميل كده بتيبل، في كومباريزون، في الادفانتج والديس ادفانتج والتايبز اوف كونتراكت التقليدي. اما يبقى متلخص كده قدامك، يا ريت ده تكتبه مره واثنين وثلاثه عشان تبقى فاميليار معاه، تاخد فكره حلوه يعني، لكن ما تحفظش حاجه لو سمحت. انت هتلاقيني وانا بسالك حاجه في الثنايا كده هتلاقي نفسك جت الاجابه معاك على طول، وهتقول دي اسئله تافهه قوي. ليه؟ لانك انت قريت واهتميت بالموضوع. الماده دي مهمه جدا جدا في حياتك العمليه، عشان كده انا مشغل لك الموضوع، بحاول ان انا اخليك متاهب او بجهزك للشغل العملي. يعني انا بحب دايما ما بقاش اكاديمي بحت كده، لا، الجزء العملي البراكتيكال يخش معايا. طب انا هستفيد بايه في الكلام ده لما اتفرج؟ فتبقى عارف الكلام ده، واحنا اتكلمنا على المواضيع دي قبل كده، والمصنفه حسب طريقه الدفع كلام مكرر، تبص عليه كده انا اجتهدت وعملته، ممكن تلاقي فيه غلط او حاجه ناقصه، بس احنا ده البريف ديسكريبشن او الاسينشال جولز بتاعت الادفانتشز ديز ادفانتشز فور ايتش، والعقود المستحدثه اللي قلنا عليها، او التايبس السيستم بتاع العقود دي اللي هي ممكن تبقى دوليه. وخلي بالك العقود اللي فات ممكن اعملها دوليه، يعني ممكن انا اطرح مدرسه، طبعا غالبا ما بتحصل، اطرح مدرسه بس مش محتاجه بقى دوليه، الا اذا كانت مثلا مستشفى حاجه خاصه بقى بتاعت اليوم اللي هي طريق مصر المعليه، دي كانت حاجه جامده يعني، اجيب واحد اجنبي عشان الساده، عشان الناس اللي هم المراكز المحترمه دول يتعالجوا فيها وكده، بتبقى ليها مواصفات خاصه وكده، ده ممكن اعمله عقد دولي.
وفي نفس الوقت يبقى بس يبقى دولي بقى في الشركة الطرف الثاني أجنبي على طول، يبقى بين جنسيتين بيذكر الحكومة المصرية والحكومة فلان فلاني، الوزير اللي موجود دلوقتي مش عارف اسمه مدبولي ولا ايه، يمثل الحكومة المصرية، الجنسية مصر، شركة كذا كذا الجنسية إيطاليا فرنسا وهكذا. ودي الخلاصة بتاعت المشاريع العقود وأنواعها، ويا ريت نستذكرها جيدا، ودي تعتبر بالنسبة لي تغطية أو بالنسبة لكم تغطية للمحاضرات الثلاثة، وريفيجن سريع ليها ومهمة جدا، وتتقرأ هي المحاضرات والكتاب كله لا يتجدد. أنا عارف أنا بقول إيه، توقع إن ما يبقاش فيه عمل سنة تمتحن من مين، وتوقع خليك على الحالتين، العب هنلعب على الخطين، ونتوقع إن يبقى فيه أعمال سنة هيبقى فيه كوزات هنعملها احتياطي، وهتبقى اوبن بوك الكوزات دي، هتقول لكم الطريقه هتبقى عامله ازاي بعد ما نخلص ان شاء الله. هنعمل 4 كوزات، كل كوز عليه 10 درجات نحتفظ بيهم، تبقى انستنتلي على الهوا اون لايف، نحتفظ بيهم بقى معانا عمل السنه. حط عمل سنه اتفضل 40 اهي. لا الامتحان من 100 ماشي، امتحان من 100 نبقى جاهزين. والكوزات دي هتفيدك في حاجه، ان هي هتنشطك وتستحثك على المذاكره، مش تاخد الحاجة وترميها. والسلايدات دي ما تفرهاش مرة ولا اتنين، يا ريت تفرها كلها وبعد كده تمسك كل سلايد تفره مرتين ثلاثة، ويبقى معاك الكتاب وتفتح وتعلم. يعني عايزين هاو تو ستادي از ماتش بيتر، يعني مش ان انا اقري وخلاص. اشوفكم في المحاضرة 5 ان شاء الله. السلام عليكم، شكرا.